بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اليوم جبت لكم فيديو فيه أهم الفقرات المرشحة بقوة في هذه السنة لجميع الشعب دونك داك رايحين نبدأ يونت par <applause> unit ok يعني uh, unité par unité uh, باش ان شاء الله uh, يكون عندنا ايدي جينيرال على جميع المواضيع اللي ممكن تطيح uh, اذا ما كفانيش الوقت راح يحل لكم جزء ثاني داكور دونك اون فوار دونك كونسيرنين دي انشن سيفيلايزيشنز هذا هذا التوبيك فقط ل uh, شعبه ادب وفلسفه ولغات دونك في الانشن سيفيلايزيشنز ممكن يجيوكم uh, جميع الدروس اللي عندهم علاقه مع سيفيلايزيشنز ولكن ماشي فقط uh, ممكن ماشي فقط دائما يقول لك غير تكلم على ايجيبشن uh, سيفيلايزيشن ولا توك اباوت ذا ذا ميديان سيفيلايزيشن ولا نو no. ممكن يجيكم موضوع اخر مثلا what is the importance of studying uh, history ولا uh, of studying what's the importance of studying for example civilizations alright ففي هذه الحاله uh, ما عندها حتى علاقه مع uh, egyptian civilization و the other civilizations uh, لاحظوا معايا باللي

two uh, two different civilizations for example the uh, the egyptian and numidian civilization what what is the difference between them okay so uh, كذلك اللي ما شافوش uh, المواضيع المقترحه والفقرات درت لكم فقرات uh, مرشحه بقوه هذا السنه لشعبه ادب وفلسفه ولغات دونك اللي ما شافهاش يشوف الفيديو باسكو مهم جدا ومفيد عندنا ثانيا ethics in business uh, fighting fraud and corruption دونك هاد الوحدة أنا راني متأكدة مية في المية باللي غاديين يجيبوا لكم موضوع متعلق ب uh, ethics in business for example هنا يقول لك in describing يعني for example they will talk talk, talk about um, they will say uh, describe uh, what a, uh, what is the importance of uh, ethics for example ولا uh, how can we fight uh, corruption ولا الى غير هذا advising يعني give an advice ممكن جديد يقول لك give an advice to someone uh, who is using corruption يعني اعطي نصيحه لشخص uh, يستعمل الفساد او فاسد في عمله ولا في في حياته داكوغ دونك ممكن جديد يقول لك اعطي نصيحه ان شاء الله رايح ندير لكم فيديو عليه uh, express an obligation and necessity يعني هنا راه يقول لك uh, مثلا يقول لك uh, express an obligation ولا a necessity uh, Uh, the necessity we'll talk about the obligation of using ethics in our life اوكي okay. يعني تكلم عن uh, واجب وضرورة استعمال الأخلاقيات في حياتنا اليومية داكوغ uh, expressing no uh, expressing cause and effect يعني السبب والنتيجة يعني for example talk about the causes and the results of corruption مثلا على سبيل المثال expressing a uh, condition يعني uh, talk about the if for example if you are elected as a president uh, what are the conditions that you will use in work يعني ما هي uh, ال الشروط اللي رايح تستعملها في العمل اذا اصبحت مثلا رئيس ولا وزير العمل ولا الى غير هذا expressing opinion يقدر يقول لك تكلم uh, give your opinion about corruption ولا about ethics اوكي okay? ففي هذه الحالة لازم تستعمل opinion the personal opinion كذلك expressing wish and regret يعني uh, ال, ال, الحلم اوكي okay? أو ال, le rêve and regret le regret داكوغ يعني التاسف ففي هذه الحاله ممكن يقولوا لك وات از يور ويش اند وات دو يو ريغريت ان يور ان اور سوسايتي كونسيرنين ايثكس ولا كونسيرنين كوربشن ولا يعني تكلم لنا على الحلم نتاعك اه كيفاش تحب تولي الجزائر الجديده مثلا ولا اه ما هي الامور اللي اه اللي تندم عليها في حياتك ولا اللي ما راهيش عاجباتك في السوسايتي باسكو ريغريت عندها تو مينينغز ريغريت ممكن هي الندم وممكن كذلك for example you will say I regret that Algeria is having a bad time يعني أنا أتأسف لأن الجزائر تعاني من وقت سيء جدا داكوغ ف regret عندها two meanings so be careful يعني حذاري من هذه الكلمة في وحدة education in the world comparing educational systems في هذه الحالة رايحين يعني نتكلموا على education in general in Algeria and out of Algeria يعني in the world ممكن describing a process يعني رايحين نوصفه مثلا يقول لك describe the educational system in Algeria يعني صف لنا الدراسة في الجزائر expressing condition نفس الشيء what is the condition uh, to uh, better the the educational system in algeria يعني ما هي الشروط الملائمه لتحسين مستوى الدراسه في الجزائر expressing warnings warnings يعني تحذيرات وتنبيهات يعني uh, for example how can you warn uh, for example the teachers uh, about the importance of education يعني كيف تحذرهم من خطوره مثلا الفساد في 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 المدارس وتنبههم على اهميه الـ الـ يعني تنظيم الدراسه الى غير هذا expression obligation and necessity نفس الشيء يعني ما هي اهم العوامل الاساسيه التي نستعملها في المدارس مثلا وفي educational system asking for giving and for and giving advice يعني تعطي نصائح مثلا يقول لك uh, عندك صديق uh, you have a friend uh, who doesn't like studies and who, who doesn't want to go to school so how can you advise him يعني عندك صديق اللي ما يحبش يروح للمدرسة كيف يمكنك أن تنصحه ليغير لي رأيه على سبيل المثال expressing desire and wish نفس الشيء يعني الحلم أو الغاف داكور وش ولا desire نفس الشيء يعني for example how do you uh, for example What is or what uh, what do you wish about uh, the educational system in Algeria? يعني, uh, ولا, uh... Do you wish to change this system or to maintain it؟ يعني هل تريد أن نغير هذا السيستم إدوكاتيف en algérie ولا uh, نخليه راه؟ مرة؟ uh, Comparing and contrasting نفس الشيء ممكن يقول لك uh, Compare between the Algerian system, educational system and for example the American system Okay Yannick Harinbeina, le système compare entre le système algérien et le système, comment dirais-je, américain. Et aussi Expressing Quantity. cest ce qu'elle la quantité. دونك نظن باللي الفيديو خدا بزاف تاع الوقت دونك ان شاء الله رايحين نخليو هذا نديرو جزء ثاني نشرح لكم فيه كذلك اهم المواضيع المرشحه بقوه في جميع الوحدات باش تكونوا يعني سيغ من روحكم وتاخذوا العلامه الكامله باذن الله